رجعنا لنفس النقطة 100%. أنا كنت أفكر إنه نترك أنا ولانا وفرح تترك هي وسام. أكيد ما قصدي يعني إنه دغري نرجع لبعض، بس على قليلة بنكون حرين. بس مشاكلها رح تزبط. طيب والنتيجة؟ رح أتجوز لانا. رح أتجوز بأسرع وقت يعني، وسكر الموضوع على الآخر. هيك أحسن من الكل. بس أنت بتعرف كتير منيح إنه ما فيك تعمل بلانا مثل ما عملت بفرح. بعرف خيي، بعرف. بعرف بعرف خيي، كل مرة نفس الحكي. بتجوز لانا، بتركها، برجع لفرح. المشكلة ما بيتغير شيء. قد ايه صار لك هون بعدك محلك؟ هي بس هلا موقفي يبقى محلي. لازم امشي لقدام بقى. لوين بدك تمشي؟ والله بعد ما بين معي، بس اعرف خبرك. بس تعرف لوين تبقى خبرك. بدكم شيء يلا انا ماشي باي. باي. نطلع عند لانا؟ ايه. أنا والله كل النهار بالشغل اليوم وما لحقت آكل شيء. دلال؟ لا لا ما تعصبي حالك أنت. هلا هو بدبر حاله. هلا لا دلال إذا فيها تلف لي عروس بحيالله شيء بيكون تمام. لازم رد، تعال معي أنت. لا ست أسمع ليش تعصبي حالك؟ هيدا تقعد هون. عم نخبر فرح بالقرار الجديد. قرار؟ أي قرار؟ ما يكون لندن مرة تانية؟ لا مش هيك. شو؟ شوقتوني أعرف. أنا وريان قررنا إنه نقرب موعد العرس. واو عظيم، حلو كتير، ممتاز. إمتى مفكرين؟ يعني أسرع وقت ممكن، أنت وهمتي.